تشاهدون في هذه الحلقة: العشوائيات وبساطات الباعة المتجولين تغزو شوارع تعز، والطويل يتحدث عن إجراءات ضد المخالفين. مسجد عبد الهادي السودي، تاريخ يتهدده النسيان بعد أن طال العبث أكبر القباب في تعز. ماكينة للنحت متعددة الأغراض، ابتكار لطلاب الهندسة بجامعة تعز، ينتظر التشجيع والاستثمار. مرحبا بكم من جديد. مستهل حلقتنا كالعادة موجز سريع على أهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. دشن بمكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدورة التدريبية الخاصة بالاكتشاف المبكر للإعاقة، وتستهدف الدورة على مدى 6 أيام 28 من الكوادر الصحية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، ويتلقى المشاركون في الدورة مفاهيم عن التطور والنمو الطبيعي مع بعض المهارات التي تمكنهم من اكتشاف الإعاقات بين أوساط الأطفال بشكل مبكر والعمل على علاجها بطرق علمية مدروسة. اختتمت في تعز فعاليات الدوري الرياضي لكرة الطائرة للفتيات، وكانت 10 مدارس للبنات قد تنافست على مدى أسبوعين في الدوري الذي نظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة ضمن مشروع تعزيز الاستجابة المجتمعية لمديرية القاهرة. مشاهدينا، أصبحت مظاهر العشوائيات وانتشار البساطات في شوارع تعز من الظواهر التي باتت تشكل مصدر إزعاج للمواطن، والسبب بحسب الكثير سيطرتها على مساحات واسعة من الطرقات العامة ولما تتسبب به من حوادث وإعاقة للحركة الاعتيادية اليومية. ومع أن هناك من يتفهم ظروف من يعمل في الشارع تحت أعباء الحياة الثقيلة بفعل الحرب على هذه المدينة، إلا أنهم لا يعفون الجهات الرسمية من مسؤوليتها في معالجة هذه الظواهر، بما يحفظ لتعز منظرها الحضاري وللعامل حقوقه في التكسب والمعيشة. كيف لشوارع تعز أن تخرج من ضيقها وقد وجدت نفسها محاصرة بعشوائية الباعة وبساطات كادت تحتل كل مساحة الطريق بعد أن أتت على أرصفة المشاة، ما أدى إلى جعل سير المركبات في بعض شوارع المدينة غير ممكنا، ودفع بالمواطن للتعبير عن سخطه إزاء تفاقم الظاهرة. تسبب الزحام، بتسبب المضايقة للمشاة، بتسبب أشياء كثيرة، يعني قد يمكن تحصل حوادث بخصوص والوضع يعني مش مناسب لوجودها في الشوارع. طبعا يشكل ازدحام، يشكل تأخير، لو في مرضى، لو في حاجة زي كذا يضطر إنه الشخص ينتظر هنا نص ساعة بالخط عشان يخرج من الخط. وإذا كان البعض ينظر لهذه الظاهرة على أنها سبب رئيس في إعاقة حركة المرور بالمدينة، فإن آخرين يعتبرون زحف البساطات والباعة المتجولين على الشوارع خروجاً عن القوانين واللوائح الناظمة لعمل البيع والشراء، ناهيك عن أن ذلك يعد إخلالاً بالمظهر الحضاري لتعز التي يجب أن تكون قدوة في هذا الجانب، مطالبين الجهات المعنية القيام بدورها لمواجهة مثل هذه الظواهر وعدم السماح بتوسعها. العملية متكاملة ما بين البلدية مثلا، ما بين صندوق النظافة والتحسين أيضا، ما بين مكتب التخطيط العمراني والحضري، فالعملية متكاملة، لابد من خطة شاملة وواضحة تعالج مثل هذه الأمور، مثل هذه الإشكاليات، لإظهار مدينة الحالمة بثوب قشيب أو بمنظر رائع يليق بمكانتها وبعظمتها وبمكانتها التاريخية وبموقعها الحديث في يمنيا الحبيب.
ولعل تفعيل الخطط السابقة المتمثلة بإيجاد أسواق بديلة للباعة وأصحاب البساطات هو الحل الأنسب للوقوف أمام هذه الظاهرة التي وصلت حد إغلاق بعض الشوارع، مع وضع معالجات لتيسير أرزاق الباعة المتجولين وأصحاب البساطات. وللبحث في هذه القضية نرحب معنا بنائب مدير الأشغال العامة والطرق لشؤون الأسواق الأستاذ صادق الطويل. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا. لماذا تكثر مظاهر العشوائية وانتشار البساطات في الطرق، ومن المسؤول عن هذه الظاهرة في تعز؟ تكثر هذه البساطات وهذه المناظر العشوائية لظروف الناس المادية. الناس وصلوا إلى طريق مسدود اولا بالاحتياجات، كل واحد الان في اكثر مهندسين واكثر موظفين كانوا في خير ونعمه معهم جواري، معهم بساطات يطلب الله يقول لك من فين اكافح اسرتي ومن فين باولادي من فين يعني اعيش، بيحاول بهذه. الان كل واحد اصبح معه بسطه، كل واحد اصبح يلجأ للشارع بعربيه وراح يشتغل بشارع. مشكله الذي نعانيها ايضا انه عدم التعاون بأن هذه المناظر تسيء لمحافظة تعز. احنا لا 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 لا, لا, لا نحارب مثل هؤلاء الذين يسعون لطلب لقمة العيش بطريقة عفيفة وبطريقة مثل هذه، يعني يلجأ بدل ما يروح يشحت او يسرق او ينهب يلجأ انه لكن في شوارع يعني المفروض انها ما تكونش هذه المناظر فيها غير متواجدة لانه وضعت اسواق. طبعا شكلت لجنة بتكليف من قيادة المحافظة على أساس دراسة الحلول ومواقع، وهذه الدراسة قد رفعت بمكتب الأشغال لكن أعيدت برئاسة الأخ مدير عام المرور عبد الله راجح وعضويات كل المكاتب القانونية في مكتب الخدمة، مكتب التحسين، مكتب الأشغال، مكتب ده، وضعوا وطرحوا طبعا حلول. الحلول الذي وضعوها طبعا مؤقتة لا تغطي انها تكون اسواق، لكن شوارع قال لك تقفل لاجل انها مش مستخدمه او مثلا ما في لهاش تفعيل نعم. لكن اين هو دوركم انتم في ضبط وتنظيم هذه الاسواق ومنع خروجها الى وسط الشوارع؟ نتحدث عن شارع التحرير الاعلى وشارع الاوجينات، هذان الشارعان نموذج هذه الظواهر. هذه طبعا تعرفين مكتب الاداره العامه للاشغال هو جهه رقابيه على المديريات، لأن في المديريات في مكاتب أسواق، في إدارة أسواق تتبع المديريات، ما يعني قد يكونوا مقصرين في دورهم بسبب إيش؟ الإمكانيات. طبعا أنت لما تطلبي حملة أو فريق يخرج يشتغل يخرج وتابع ومشاكل وصياح وكذا، يتعرضوا أحيانا لاعتداءات، يتعرضوا لبعض الفضول من كثير من الناس، يعني بحكم التعاطف مش عارفين ان هذه مناظر ما تسيء للمحافظه، تسيء للمدينه، تسيء. المشكله الذي يعني قله الامكانيات برغم توجيهات الاخ محافظ المحافظه واهتمامه بي 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 بالاسواق، اهتمامه بالنظافه. الان ولله الحمد دعم الاخ الوكيل عبد القوي المخلافي والاستاذ عارف جامل، انت تلاحظي طبعا الان مواكبة الآن في بين الأسواق. إحنا قبل أسبوعين عملنا حملة طبعا ونظفنا شارع جمال، وفجأة بقدرة قادر رجعوا زي ما كانوا. إيش السبب؟ لأنه ما فيش استمرارية. طيب من يتحمل المسؤولية؟ كلنا نتحمل المسؤولية. هل اللوم يقع على المواطن أم على السلطة المحلية؟ وهذا يفتح سؤال آخر، ما مدى تعاون السلطات الرسمية معكم في المحافظة في دعمكم في عملية تنظيم الأسواق وشوارع تعز يعني بشكل عام؟ شوف يا لي أشتيا، طبعا عندك الأخ الوكيل عارف جامل هو لشؤون المديريات. لا يمكن احنا كإدارة كأسواق نقدر نعمل اي عمل ما لم يكن هناك تعاون من المديريات، لان المديريات هي راس الحربة. يعني هذا انت الان ربما تتهم مدراء المديريات بالتقصير وعدم التجاوب معكم. مش اتهام، انا مش باللفظ هذا، لكن بالتقصير، في تقصير، بانه المشكلة ان المديريات يعني ما لها نايمة لانها مسؤوليتها. انا كجهة اشرافية مكتب الاشغال طبعا احنا بنبذل الان مستحيل ومتابعه المديريات لاجل نفعل الحمله هذه، وكانت توجيهات الاخ الوكيل عارف جامل ان تكون مستمره.
طبعا احنا عملنا دراسه وبمديريه المظفر والاخ الوكيل وجه في بالاخ عارف جامل على ان تكون معممه على المديريات كلها الخطه هذه. انه الحمله ماذا تجاوب المدراء المديريات الامكانيات التجاوب مدراء المديريه الامانه في ما فيش تجاوب سريع في التجاوب لا برغم ان احنا قلنا شوفي هذه توجيهات من الوكلاء يعني توجيهات قويه ما عاد يقبلش لا تاويل ولا تفسير. الدور الباقي على الاخوه مدراء المديريه يفعلوا مكتب الاشغال عندهم الاسواق عندهم يفعلوا واحنا بجانبهم. لكن للاسف الشديد انا الان لي تقريبا 3 شهور مسؤول والسلطة المحلية تحملني المسؤولية يقول لك أنت الآن نائب شؤون أسواق أنت المسؤول. يعني من هي الجهات الرسمية التي يفترض أن تكون رديفة ومساندة لكم في مسألة تنظيم الأسواق؟ شوفي المسألة ما هيش مسألة المديريات يعني الأمانة يعني المسألة مسألة المتنفذين المسيطرين على الأسواق. يعني ما تقدريش أن تدخلي مواجهة أنا أنزل طقوم أو 3 طقوم أو 4 طقوم طيب أنا حرفعهم الأسبوع هذا لكن من حيستمر بديمومية متابعتهم لعدم عودتهم ما يمكنش الموازنة الذي ترفع لفترة محددة. هذا أيضا الأمر يرتبط مع إدارة شرطة تعز مثلا ألا يوجد تنسيق مع الإدارة في هذه المسألة؟ والله في توجيهات من الأخ وكيل محافظة تعز للأخ مدير الأمن وجه ضابط الأمن النظام وهو وجه بتوفير الأطقم لكن للأسف الشديد المديريات يعني يقول لك إحنا معنا مدراء أمن في المديريات يعني لابد ما يكون لهم دور وللأسف الشديد الجانب المالي هذا مهم يعني حتى الأفراد لما تنزلهم يعني يشتوا مستحقات برضو لأنه يجلس يقول لك من الساعة 7 أو من الساعة 8 إلى بعد الظهر وأنا أطالع في النهاية أقول له يا شكرا كثر الله خيرك. نعم كان هناك خطط بإقامة تجمعات أسواق تكون بأماكن خاصة بعيدة عن الشوارع الحيوية والمزدحمة هل تزال هذه الخطط قائمة وما الذي يعيق تنفيذها؟ موجودة إحنا قد كنا بدأنا نفذناها في الأسبوعين الماضية في شارع جمال من بداية شارع جمال هنا إلى ديلوكس إلى العواضي وقد كنا رفعناهم بشكل كامل أتقاعست بعض المديريات بتوفير الإمكانيات وبعدها تستني مدير المديرية لابد يجي على أساس يوافق بالصرف يوافق برغم أن توجيهات الأخ الوكيل لشؤون المديريات المدينة الشيخ عارف جامل بتوفير أمين صندوق متواجد مع الحملة للحالات الطارئة وجه بأنه يكون هذا أمين الصندوق موجود وأي حاجة مثلا استعنا بونش استأجرنا بوابير استأجرنا حاجة رفع المخلفات أو هذه البساط المرمية في الشوارع طبعا وترفعها إلى إدارة إلى حوش المرور لأنه برغم أن حوش المرور مكتظ بالسيارات ولكنها تعود من جديد يعني لا يغلق حول الجدرية لكنها تعود من جديد السبب إيش السبب ها ما فيش ضبط يعني هذا الرجل ما يخرج من هذا المكان إلا بعد تعهد بعدم عودته فجأة تلاقي أنت توقف إحنا بدأنا في برضو في برباشا ونظمنا برباشا وتوقفوا كل شيء فجأة رجعوا طيب إيش السبب هل لا يوجد مثلا تعامل حازم مع هذا الأمر ما فيش تعامل حازم ما فيش تعامل حازم هذه واحدة والشيء الثاني الوضع قلت لك الوضع الإنساني أحيانا يفرض على بعض الجهات المختصة بالضبط التعاطف يعني التعاطفون لا يجي واحد راعي بسطه معه كبير ذا وجاء مدري ايش وانا وبكي وسوى مشكله وانا حالتي وانا جهالي انا ذا اتعاطفوا الناس عمل لنا مشكله داخل الشارع. نعم ايضا هناك الملاحظ في هذه الفتره انتشار محطات تعبئه الوقود في على الطرقات الرئيسيه في تعز بشكل عشوائي ربما كيف تتعاملون مع هذا الامر؟ انا حد برغم ان هذه طبعا في لها جهات اختصاص اللي هي برئاسه الوكيل الشيخ عارف جامل الذي التقينا في بو وجه بأنه الأكشاك والمحطات البترول والوقود هذه حيتم إزالتها بشكل كامل لأنها مخالفة للقانون وهذه جريمة وضعها بالشوارع إذا لا قدر الله وصار شيء حتفجر بداخل المدينة فالآن في حملة مرتب لها تقريبا وهذا يعتبر لو تلتقوا بالشيخ عارف جامل هو والدكتور عبد القادر الخلافي لأنهم هم الآن اللي وجهوا
الامن وجهوا الجهات، لكن اعتقد ان في ناس نافذين معهم محطات وكذا. طبعا هناك توجه، هناك أيوة توجه، في توجه. مكتب الاشغال حاول يمنعه بعض المحطات الجدد في ذا، الا واجهوهم بمسلحين. الاستاذ صادق الطويل نائب مدير عام الاشغال العامه والطرق لشؤون الاسواق بتعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه الفقره. مرحبا بكم من جديد. يعد مسجد عبد الهادي السودي أحد المعالم الأثرية والتاريخية الموجودة بمدينة تعز، غير أن قيمة الجامع وعمره الذي يمتد ل 600 عام لم يشفع له أو يقياه من العبث، إذ مثل العام 2016 عام شؤم على الآثار بتعز، حيث تعرضت قبة عبد الهادي وهي أكبر قبة في اليمن للتفجير والنسف وتسويتها بالأرض دون اعتراض من أحد. نتابع. لا غرابة أن نتوقف مليا أو نستغرق بعضا من الوقت ونحن نتفحص مدينة هي تاريخ بحد ذاتها، مدينة ذي عدينة عاصمة الرسوليين، وقد أضحت اليوم بمثابة متحف مفتوح زاخر بالكنوز الأثرية والشواهد التاريخية الحية. مسجد الشيخ عبد الهادي السودي واحد من المعالم الدينية والتاريخية في مدينة تعز، التي بلغ الاهتمام فيها بدور العلم والعبادة ذروته في عهد الدولة الرسولية. يقع هذا المسجد في أكمة النهد شمال قلعة السراجية المحاذية تماماً لقلعة القاهرة التاريخية، ويعود تاريخ بنائه إلى ما قبل 600 عام وفق المختصين. بنى هذا الجامع في أكمة النهد طبعا تقريبا في القرن التاسع الهجري ما الموافق 1482 ميلادية. المسجد عبارة عن بيت للصلاة بطول 15 مترا وعرض 7 أمتار، ويحوي محراباً ورواقين تتخللهما 4 أعمدة بعقود مسننة. تشير المعلومات التاريخية إلى أن الشيخ عبد الهادي واسمه الحقيقي محمد بن علي بن محمد السودي كان يتخذه مسجداً لأداء الفروض الخمسة ولتحفيظ كتاب الله وتعليم العلوم الدينية والشرعية. كان أحد العباد الزاهدين الذين يعني يحبون تعليم القرآن والحديث وعلوم الفقه. طبعا الشيخ عبد الهادي عاصر أحد السلاطين الدولة عامر عبد الوهاب الدولة الطاهرية، وعاصر أيضا الدولة العثمانية. إلى جانب المحراب تتشكل الواجهة الأمامية للمسجد من الداخل من نافذتين متوسطتي الحجم تسمح بدخول الهواء البارد، وأربع خزانات تستخدم لحفظ المصاحف، كما وتعتلي هذه الواجهة 4 قمريات عبارة عن شواكيس مخصصة لدخول الضوء. عن سقف المسجد يقول المختصون أن كله كان من القباب على نفس طراز جميع المساجد التي بنيت في عهد الدولة الرسولية، غير أن تغيرات واستحداثات طرأت على السقف والجدران الداخلية شوهت معالم المسجد. السقوف كانت كلها قباب ولم تكن بالشكل هذا الموجود الآن، كانت أضاف إليها البراك والسقايات، أوقف عليها أوقاف أيضا. افترض المعالم التاريخية أنها تبقى أثرية، الآن لا يوجد مثل هذه الأشياء ولا مثل الذين بنوها. يضم الجامع ملحقات عدة أهمها غرفة الخلوة الملاصقة للمسجد عن طريق مدخل من الناحية الغربية، أما من الخارج
فيضم المسجد فناءات متعددة تفصل بأسوار وبوابات تعتبر مداخل رئيسية تؤدي في الأخير إلى المسجد. إضافة إلى ذلك توجد برك كانت مخصصة للوضوء وسقاية للشرب، هي عبارة عن مجسم سداسي الأضلاع تعتليها قبة على شكل وردة عليها خزوز غائرة تعطي السقاية منظرا جماليا بديعا. في الفناء الخارجي للمسجد كانت القبة، وهي أحد المعالم الأثرية لمدينة تعز، رابضة في المكان حيث نصبت على ضريح الشيخ عبد الهادي السودي وشهدت عدة توسيعات، فبقيت مزاراً يقصده العديد من أتباع الطريقة الصوفية. وحتى العام 2016 حين استغلت مجموعة من الغوغائيين المتطرفين أحداث الحرب على تعز، فعمدوا إلى تفجيرها وتسويتها بالأرض تحت ذريعة ما يصفوه بمحاربة الشركيات. أنا صلوا في عشاء كانوا هنا، بعد سمعوا كلام نش بلغوا شوفوا القرب قبة، قالوا يلا سلام نفسي بنركم وقزع على طول. وقع واحد من صاحبنا نزل وقع قلق معاه شابكين والوارات ولا لا، وفتح قبة اللي عمل هذا العمل وقبة قرحة. تم تفجيرها من قبل مجموعة من الناس الذين يعني ليس لديهم الوعي بمقدراتنا الأثرية والثقافية والدينية. عند تولي السلطان سنان باشا العثماني ولاية اليمن دخل وقام بنقض القبة هذه الصغيرة وعملها بشكل أكبر، يعني فحتى أنه أصبحت تعد أكبر قبة داخل تعز أو بالأصح في اليمن ككل. لا يزال باب القبة ومن خلال المخطوطات والنقش شاهداً على مدى الاهتمام الذي لقيه هذا المعلم الذي تحيط به مقابر، يؤكد المختصون بالآثار أنها لأولاد الشيخ عبد الهادي السودي، وتقع أكبر هذه المقابر في الجهة الجنوبية من القبة التي لم تعد سوى بقايا ركام. لا يعرف المستحيل وليس لطموحه حدود، ورغم ما يعانيه الطالب في هذه المدينة المحاصرة من ظروف الحرب وتأثيراتها إلا أنه لم يتوقف عن الإبداع وتقديم الجديد. في فقرتنا التالية نتحدث عن إنجاز علمي يتمثل بابتكار لمجموعة من طلاب الهندسة بجامعة تعز لماكينة تنحت على المعادن المختلفة بطريقة ذكية وسريعة. نموذج ابتكاري يحصد المركز الأول ضمن مشاريع دراسية بكلية الهندسة جامعة تعز. النموذج عبارة عن ماكينة للنحت تعمل من خلال رؤوس متعددة لتنفيذ عمليات مختلفة على الزجاج والبلاستيك والألواح والحديد. هذا الابتكار اسمه CNC ماشين، يعني يقوم بعمل نحت أشكال صور أسماء سواء عن طريق الخشب أو الحديد أو البلاستيك أو الألمنيوم، وذلك بس بتغيير رأس الاسبندل الذي يقوم بالنحت على حسب نوعية المادة اللي نقوم بنحته. عملية تنفيذ المهام لهذا الابتكار تتم من خلال برمجة إلكترونية تقوم الآلة بتنفيذها بعد تحويلها من اللغة الرقمية إلى ديناميكية آلية تؤدي إلى تحقيق الهدف التي صممت لأجله. فيما ان احنا الباور سبلاي الذي يقوم بتغذيه قطعه اسمها الاردوينو، فيما ان احنا السي ان سي شيلد خاصه هي بالسي ان سي، فيما ان المحاور اللي عباره عن مشبوك بالموتورات اسمه السيبر موتور، كل الدرايفر هذا يعتبر متحكم بالسيبر موتور بحيث انه يقول له انزل خطوه كذا خطوه كذا بسرعه كذا بسرعه كذا. فيما ان احنا المراوح يعني للتبريد، قطع
قلويز بحيث انه يعتبر هو يتحرك حركه دائريه يحولها الى حركه خطيه بحيث انه يتحرك بالمحاور الاكس والواي والزد. المشروع الذي يطمح طلاب من خريجي قسم ميكاترونيكس بكلية الهندسة إيصاله إلى المصانع بعد تطويره لم يخرج إلى الحيز العملي إلا بعد جهود مضنية، يقول الطلاب أنهم بذلوها ليل نهار. الصعوبات اللي واجهناها يعني كان بالبداية صلحنا هذا كله خشبي الهيكل، فيعني كان تزيد شويه من اللي شويه من اللي من هنا لانه قصته ما ينشي اني مضبوطه زمان. عدد الزملاء 10 بالضبط لانه كثرنا بالزملاء لانه القيمه الماليه يعني طلعت مكلفه شويه لانه كانت مع التقارب مع كذا تخرب قطعه نشتري بدالها نصلح كذا نصلح كذا، فيعني اضطرينا انه نكون كثير. وعود تلقاها الخريجون من أرباب مصانع ورساميل لتطوير الفكرة والنموذج للاستفادة منها في خطوط الإنتاج، ويأمل هؤلاء المبتكرون أن تكلل هذه الوعود بالوفاء باعتبارها أولى خطوات النجاح على الصعيد العملي. له استعمالات يعني كثيرة خلال المصانع، في بس من هنا ذنهن عبارة عن آلة كبيرة هي تنحت هياكل السيارات، ماكينة السيارات بالعمق بالقطر بكل شيء، هذه تعتبر كأنها تصغير لي ميني تعتبر. أن يحظى هذا المشروع بالمرتبة الأولى من خلال لجنة تقييم تتشكل من أكاديمي الهندسة يعني أن المبتكر كان إنجازاً عملياً للطلاب الخمسة الذين استطاعوا إيجاد ماكينة عملها معقد في ظل إمكانات مادية بسيطة وربما شحيحة للغاية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وحفظه. أحس مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا، أحس مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا.